المستشارين والمستشارات الكبار، الحضور الكريم. أولا في البداية نبدأ بنبلغ الجميع مبروك العيد وعيد المولد على الأول. ثانيا نبدأ أن أشكر وسائل الإعلام اللي حضرنا للغيبة إيمانا منا جميعا أن الإعلام هو السلطة الرابعة إن لم تقل في الدول الديمقراطية والسلطة الثانية. أن الإعلام أولا خبائر الأمور كان صح أو خطأ كي مواطن تبقى يتبع تبقى يميز ما بين الصح والخطأ، وين الصحافة دائما تقول أن هي لك هو الماس اللي تلجي باش تتفش متى تاكل، هي الصحافة، الصحافة خصها تكون وخصها تهضر، كل مسؤول خصو يكون كشافته واسع، خصو يكون كما تنقول دائما منديل وزنبيل وقنديل، هذا هو المسؤول اللي غادي يمشي يدير دعوة قضائية بالصحافة كيف ما كان، هذا غير مسؤول وما مربيش وما تعرفش من السياسة. اليوم بعد مرور سنة العمل الجماعي 8 مارس 19 مارس كان انتخاب الرئاسة، لعبنا واحد المباراة نجح اللي نجح وسقط الناس. السقوط لا يسمعنا أننا نسبحوا في الساحة السياسية والاجتماعية ومشاكل المواطنين، لأن الإنسان لما ترشح ونجح كان في الأغلبية أو كان في المعارضة سيبقى ملتزم مع السكينة بالتواصل باللقاءات بالعناء بالمحبة بالأخوة وخصوصا في مدينة فاس، لأن زمان قالوا فاس والكل في فاس، كل شيء كاين في فاس، صغير وكبير امرأة وراجل، لأن فاس تندمج. الله يرحم الحسن التالي بعد إضراب بغداد جامير قال كلمة مشهورة، فاس تندمج، اللي دخل لفاس بحال اللي دخلنا حنا من العربية، فاس تندمج، هذه هي قوة المدينة. حتى شي واحد مخلوق مخصص المولد اللي يسكن مثلا اللي يدوز اسبوع في فاس خصو يصبح فيه، ولا ما صبحش فيه راه مولد اللي يسمى 11، تكون الامور واضحه. ولهذا حنا اليوم شنو المعنى وعلاش بغينا نديرو هذا اللقاء؟ هالشي اللي تقال كله روحو في بر دورات كي تيدوزو المسائل راه تيدوزو في اللايف، رغم ان الساكنه ما تسبش دابا خدمة فاحتة هاد المدينة من المصلحة العامة مرحبا تعود، لكن باش أننا نعطيو نيابة أو مجاملة مع الأشخاص فنحن هنا نعمل على الصواب ونتجه إلى الإماساس أو تجديد المانع. ما يتعلق بالبعد اللي في فاس كاين العوالم كاين مثلا ما مديره مؤخرا حولها أعترف إلى من كثيرة وفلتر بزاف، ولكن اللي نسجلوه هو الانتظام السياسي وأنا على المسطرة هذه اليوم أنه كاين توقيع المحفوظ وكاين خطوات اللي قامت بها خوت الشي العام والجماعات الترابية خطوات كبيرة وحنا كنحييو السيد الوالي خالد سافير على العمل اللي قام به في هذا الإطار هذا من أجل تجويد النقد الحضاري على المستوى الوطني ماشي على المستوى ديال فاس، ولكن فاس للاسف انها قاسيه تاليه، لذلك حنايا يمكن لينا نتمنوا هذا العمل ونتمناو ان هذا الشيء هذا كنا كنتظروا انه يكون قبل الدخول الجامعي والدراسي ديال هذه السنه هذه، لكن للاسف واش كان الناعس هو؟ واش ما ساعدش الاخبار؟ واش كان شي دوله اخرى خارج المغرب؟ واش تتيقوا انه بلغ الى هذا العبث؟ ولكن المقاولين ساكتين مع راساتهم ضرب الطم كان على رؤوسهم الطير،
البرلمانيين ديالنا مع احتراماتي الاخت ريما يا حضره معنا سيكون هذا من ضمن الاولويات ديالنا من هذا الشهر كله باقي الوالي لما تيكون عنده شي حاجه تيستدعي بعض اسماء البرلمان الولايه وبعض الاسماء ما تيستدعيهاش هذا مزعج هذا ماشي مزعج هذا يمكن تضرري ان سميتها شرطه تيستدعي البرلمانيين لأن قرأت وعملوا لكل يوم مزال زين مشكل دابا هاد البلاد وصلنا اليوم أن السياسيين ما كاينينش في الحكومة تا وزارة كارثة الناس اللي جات ما بين تيجي وزير التعليم العالي تيقول السلطة راهي الشيخات هذا واحد الدكتورات ديالنا الشيخ تقرا براسه ما يقول هو تتفرق قرا بين المواطنين قرا الشباب قرا الناس اللي هما عندهم كوارث مطبقين هذا الشيء ديال الحكومه والحكومه هذاك الشيء اللي كنوصيفها اذا حنا كمنتخبين برلمانيين او جماعات او جهه او اقليمي مسؤوليتنا راه هي واللي تيخاف مقصود يدير السياسه السياسه رفض الرجال ما كانش واحد لا انا عمري ما نتهربش من هذا السياسي ما نكون هذا السياسي بلا سياسه ما نكونش كاين السياسه الزكاه السياسه الصحيه والسياسه الاجتماعيه والسياسه هذا المغرب باش نبقى متحكي اليوم صحيح هذا بجميع قضية التي تعيش الواحد لكن المغرب كانوا الاحزاب اللي ناشطوا هذه المؤسسه الملكيه ناقشوا مشروع جديد ديال الدستور كان خطاب سعود المصري قاعد الدوله ما ناقش الشطار من 2011 دابا هالتراجع علاش؟ علاش الناس حملنا هذا الاحزاب؟ ما مفهومش علاش واللي فهموا هذا اللقاء هادشي اللي تقال كله روحو في بار الدورات اللي تيدوزو المسامير راه تيدوزو في اللايف رغم ان الساكنه ما متبعاش الدورات عبر اللايف تبقاو 140 200 400 لان الشعب هي قنط قوة الوعود الكاذبة قوة انه ما كاينش اللي تيسول فيه من بعد الانتخابات الناس سافي بالناس ولكن فروض علينا ما نعياوش وما نملوش ونبقاو صامدين الى بغينا القدره الشرعيه ديالنا تكون في المستقبل نبقاو صامدين الى بغينا الحريه والكرامه ديالنا نبقاو صامدين لان الصمود هو اللي تيوصلنا للحق ما دام ان الحق يؤخذ ولا يعطى وفاق وفاق اللهم نسقسيه الله لا تزيد وعد الموت كن واضحين شي ماشي ساهل راه الحياة علمتنا هذا الشيء لا بد الإنسان خصو يكون ملحاح والله تيبغي العبد الملحاح أن طلبت وما نطلبش وما نطلب لين تحققت تحققت ولا ما تحققتش نبقى ملتزم بها فاس ها فاس بزاف الناس ساكنين فيها ما عارفين شكون هي فاس المغرب بلاد فاس راه ماشي المغرب بعد سجلوا عليه فاز فيها تأسس الدولة المغربية كنا قبائل متفرقة وقبل كنا إمبراطورية شريفة وإلا قلت كنا إمبراطورية شريفة راه ما تسمح من الهضرة لا تتعيد لنا جدا لا ما كاينش جاري ولا ما كاين الشعب ووحدة الشعب وتضامن الشعب والأخوة الشعب هي قوة دولية ماشي جيران حنا سنقول باش تكون قوة في الحكومة تعرف راسها أن المحاسبة ما ضربش الآن كلشي تخبى على وراء الفيسبوك وتيهضر ولا تلقيتيه في السلطة هذيك الهضرة اللي تقول في الفيلم سلم عليه راك تحسب البوليسي تقول لك لا 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 ما نعرف لا بيفي ما مخلص كرا ما مخلص دور ما مخلص كما ما طلق المرأة اللي عندها ما قلتش باش يصرف عليها